البعض من الناس يضعون قطعة قماش للسجود عليها، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة سجادات صغيرة تسع منطقة الرأس واليدين فقط، ما حكم ذلك؟ هذا تشبه بأهل البدع، وقد نص العلماء على أنه لا يخص وجهه بشيء يسجد عليه. إذا كان على فراش يسجد على جميع الأعضاء على الفراش لا بأس، أما أنه يخص جبهته بشيء هذا تشبه بأهل البدع ولا يجوز. نعم.